بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل جماعة مزرعة أبو بلال. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أنت كده تغرينا يا حج. يا حج أنا بجيب لك الحلويات بتاعت الناس الحلوة. الله يوسع عليك. الناس الحلوة كل سنة وأنت طيب. الأول حج أبو بلال. طيب يا حبيبي. وشهر كده سعيد عليك، النهاردة 1 مارس. الله يبارك فيك. الله يوسع عليك. بالصلاة على حضرة الله، يعني 31 يوم إن شاء الله ونخش في رمضان. بالصلاة على حضرة النبي. يعني كده هنشتغل فدوة على طول. كل سنة وأنت طيب يا حج. كل سنة وأنت طيب. يا جماعة أبو بلال النهاردة إحنا خلصنا سوق دراه وطلعنا عليه، الرايل عنده عرضين برضه، إحنا مش عايزين نفوته على السادة المشاهدين العروض الحلوة والعروض الحلويات. إحنا نلف لكم بالكاميرا كده عشان تشوفوا المال. هنلف عليهم خروف خروف. دول ايه العدد معانا الاول؟ العدد ان شاء الله 33. 33 كم نتايه وكم ذكر؟ لا في حاجه عايز اقولها معلش. اتفضل يا حاج. العرض النهارده ما فيهوش ولا نتايه. ما فيهوش ولا نتايه. ولا نتايه. بالصلاه على النبي تبارك الله. العرض النهارده ما فيهوش نتايه، ودي ميزه فيه. كلها تكورة. كله تكور. بالصلاه على حضره النبي. بالصلاه على النبي. تبارك الله. تبارك الله يا جماعه. بالصلاه على حضره. بالصلاه على النبي. الله ينور والله ابو بلال، الله ينور والله. السلام عليكم. احنا عايزين برضه ايه؟ تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني دول 33 راس كلهم ذكوره. 33 خروف دول يا جماعه كلهم ذكوره. بالصلاه على حضره النبي. زي ما انتم شايفين المال، المال بيتكلم على نفسه ابو بلال يا جماعه بما يرضي الله. الرايل ده هيعمر معانا في القناه جامد، والرايل قال لنا قبل كده يومين وهيبقى فيه عرض ثاني. النهارده بقى مقدم لنا عرضين. بسم الله ما شاء الله. ده اول عرض منهم يا جماعه، وفي عرض تاني. العرض التاني نصيحه من اخوك، خش عليه وشوفه عشان في حاجات يعني هتفرح المشاهد بما يرضي الله. انا شفت العرضين يا جماعه، بس احنا مش هنحرقوا ايه العرض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين البهائم؟ بسم الله. شايفين الماده يا جماعه؟ تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين ماده البهائم؟ تبارك الله. وادي الطروف يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. شايفين الطرف؟ ايوه باشا جيد. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. لو قلنا الاعمار هنا ابو بلال تبتدي من كام لغاية كام؟ اعمار معاك من 3 لـ5. من 3 لـ5؟ اه تبارك الله. خلي بالك في 6 شهور، بس احنا بنقول من 3 لـ5. انت دايما بتدي في القليل. لازم ادي في القليل. الله ينور عليك. بالصلاة على حضرة النبي. هذا يا جماعه هنا العرض دي 33 خروف كلهم ذكوره. بسم الله ما شاء الله. احنا بصوا يا جماعه عايزين نفريك المال الاول. يعني في ناس تقول لي حط السعر في الاول وكمل الفيديو، في ناس ما عندهاش صبر لكده. انا عايز افريك الاول عشان تشوف الرايل. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش سعره، لغايه دلوقتي عايزك تعرف انت، تشوف المال بعينك وبعد كده انا وانت نحكم على ابو بلال اذا كان العرض غالي او رخيص. خروف من برا. بالصلاة على النبي. البرديسي؟ ايوه. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. هذا يا جماعة الحياة البرديسي، دي الحياة اللي هو بيقول عليها من 3. بالصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. بصراحة الله أكبر والله، الله أكبر، الله أكبر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين يا جماعة؟ شايفين المال اللي يفرح؟ تبارك الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله. احنا عايزين ايه يا جماعه؟ خليكم معانا كده وركزوا معانا. ايه هنحاول نعيدوا عليهم ايه خروف خروف كده. انا يا جماعه اهم حاجه ان المشاهد استفاد، ان المشاهد يعني يبقى عارف ايه المال بالظبط، عشان حتى ما يجيش يضرب مشوار على الفاضي. انا بحاول ابعد لك بالكدر وبقرب لك كانك جنب المال بالظبط. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دول 33 خروف يا جماعة هيكونوا حبل واحد. الصلاة على حضرة النبي. تبارك الله تبارك الله. خرفان عافية يا أبو بلال. الصلاة على النبي يا راجل. تبارك الله. الأكل ما بيغيبش يا أستاذ أحمد. الله ينور عليك يا حاج. أيوه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. في عليك البرسيم دلوقتي. آه. بعد العصر إن شاء الله كده، يعني على الساعة 4 ياخذوا عليك التب. تبن بالعلف؟ تبن بالعلف. بالصلاة على النبي. علف شامي. آه. وعلف ذرة. وعلف ذرة. آه. بالصلاة على النبي تبارك الله. هي الذرة بص يا أبو بلال، أنا اللي أعرفه إن الذرة هي اللي بتخلي الظهور كده مقفلة. بصوا يا جماعة، بصوا شايفين الظهور؟
يعني حتى الصغير اللي فيهم حاجه صغيره زي مثلا زي كده اه، برضو الظهر بتاعها تبارك الله برديس. ايوه تبارك الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. اهل الدهور يا جماعه تبارك الله. طب احنا مش عايزين نطول برضو على الساده المشاهدين، عايزين نختصر كده ونشوف الحبل ده داير على كام ابو بلال، وان شاء الله تكرم المشاهد. قبل ما اقول الحبل على كام، تمام، عشان في تطش حصل الدور اللي فات في الحبلين اللي عدوا. على يدي يا حاج، انا مش عايزه يتكرر. على يدي يا حاج، تمام تمام. اللي عايز المال، تمام تمام، عايز يحول هيحول عندك انت يا استاذ احمد، وحعرفك انت، تمام، مش هعرف حد ثاني، تمام. هقول لك كده يبقى كده، انا ماليش بهايم. هقول لك مبروك عليك العرض، تمام، كده ماليش بهايم، تمام. ما اقعدش اتلتلت انا. بصوا بصوا يا جماعه، هو انا ابو بلال بيقول النقطه دي، انا هنا على ارضي تمام يا حاج، تمام. نقطة عايزين بس باختصار كده هنقولها للسادة المشاهدين. السادة ابو بلال كان عرض من كام يوم عرضين، تمام، في عرض كان 30 راس وفي عرض 38 راس، فالراجل حط رقم تليفوني انا، بما يرضي الله الكلام ده انا بقول لكم بصراحة. يو جماعة تواصلوا، تمام، هنحول لك يا عم، تمام، انزل خذ بنفسك. انا والله انا يعني انا من نفسي بقول له انزل شوف بهايمك وارفع بهايمك. والموضوع ده اللي انا كنت بتكلم فيه انا والاستاذ رضوان بتاع قناه اسعار بلدنا، وبنقوله يا جماعه ان الناس تنزل وتستلم من هنا اول حاجه، لان النولون غالي. هتيجي تسالنا على العربيه بتاعت مصر، اقول لك دلوقتي شغاله من 4 لـ 5. العربيه بتاعت القاهره لغايه اسكندريه ممكن يقول لي 5 و6. فانا حوار العربيه ده لو انت تنزل وتستلم حاجتك تعفيني، ومنها تشوف بهايمك ويبقى المال 100 100. المره اللي فاتت يا جماعه ناس حجزت العرض وخلاص اكدنا وتمام، وجوا يبعتوا الحواله راحوا ما ايه اللي هو يعني عايز يبعت النص، بيقول لك العربيه لما تروح هناك مثلا او جزء، والعربيه اللي هناك تستلم جزء واحد. بعد ما اتفقنا من بالليل انا وهو، خلاص يا جماعه تحول على حسابي انا، راح قال لك جاء وقت التحويل والرايل اتزنق. راح الرايل اتزنق ايه، العرض قعد معاه لغايه يوم الاربع بالليل، العرض ما طلعش على اساس الناس اللي هي قالت خلاص حجزته. فيا بعد كده الخميس بالليل ربنا سهل والعرض بتاعه طلع. فالخميس ولا ايه، الخميس طلع، الخميس صح خميس. ايوه، فالرايل ابو بلال بيبقى معاه توريدات مع ناس، يعني هو بياخد يعني ايه بيبقى فيه توريدات فعليه التزامات، بيبقى الرايل محتاج فلوس. فنصيحه مني ليك، انزل خد بهايمك. الرايل بيقول لك انا ببيع لك من على ارضه هنا، انزل انت شوف مالك واطمن على مالك وشوف مالك غالي ولا رخيص. جيت هنا اعمل حج انا هاي وقف معك في العرض، العرض مش بهايمك قبل ما تشيلها وافرز بهايمك، في انتايه حاسبني انا. الله ينور عليك، ما هو ده اللي احنا 30 ذكر هم اللي بنقولوا للساده المشاهدين. انا الناس بتبقى قاعده في بيوتها وحوار ان هي تحول والكلام ده، انا ما بنصحهاش، انا بنصح المشاهد ان هو ينزل ويشوف المال بتاعه بعينه، ينزل يشوف ماله. تبارك الله. دلوقتي ابو بلال خلينا احنا في الموضوع، احنا برضو وصلنا الصوره للساده المشاهدين عشان يبقى ايه الكلام بما يرضي الله. دول 33 خروف يا حاج، ايه الداير بتاعهم؟ اتفضل يا باشا اتفضل. انا ببيع بسعر واحد ما بفصلش، تمام تمام. برضه ابو بلال بيقول النقطه دي يا جماعه، لاني انا لما سبت الرقم المره اللي فاتت الناس قالت ان هي عايزه تشيل حاجه من العرض، ارجع لابو بلال يقول لي انا بنزل سعر نهائي، فما يعني ايه برياء ما تفصلش معايا. فالراجل يا جماعه برضه للساده المشاهدين، الراجل بينزل سعر نهائي. طولنا على الساده المشاهدين، عايزين نعرف سعر الحبل ده دا كام داير. سعر الحبل ده يا باشا، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تجنينه هو المفروض 22، تمام 21. لا احنا خلينا ايه، خلينا في الرسمي، خليك في هتعرضوا كام الحبل ده معروض معانا؟ اعتبره على 19 يعني. 19 داير، الله يوسع عليك. ما وقعش في الدور اللي وقعت فيه الدور اللي فات، تمام تمام، يعني 1900 داير بالصلاة على حضرة النبي. هذا يا جماعة أبو بلال عرض الحبل ده على 1900 جنيه للراس داير 33 ذكر ما فيهمش انتيات، بالصلاة على حضرة النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا يا جماعة نرجع بالكدر لورا برضه عشان تشوف مالك، بالصلاة على حضرة النبي. هذا يا جماعة دول 33 خروف داير فيهم السعر 1900 جنيه للراس، بالصلاة على حضرة النبي. في نهاية الفيديو لعيبكم الفيديو يا جماعة، رقم التليفون نسيت انا، رقم التليفون بتاع حضرتك اصلا. ماشي يا باشا نحط الرقم بتاعنا احنا يا جماعة، خلي بالك انا بتعامل معاك انت، ما انا عارف والله، وفي مشاهدين ابو بلال، في مشاهدين
بيقول لي انا ماليش دعوه بالعرض، انا لي دعوه بيك انت، الناس اللي بتحول بتحول علي انا. وربنا يديم الثقه ما بينه وبين المشاهدين. انا يا جماعه رقمي 010 15 420 713، انا رقمي 010 15 420 713. في نهايه الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش يا جماعه، الناس اللي داخله جديد في القناه تخش تشترك في القناه، الناس يا جماعه اللي اللهم صل على سيدنا محمد، اللي مش مشتركين اشتركوا وادونا اللايك، عشان احنا يا جماعه والله بنتعب. النهارده مغطين لكم سوق ضراو بالكامل من الجاموس والبقر والعيول اللحم والجان والعزب الجان والعزب العشر والعزب اللحم. النهارده عاملين تغطيه لسوق ضراو بالكامل يا جماعه. صلوا على سيدنا النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.